تعالوا نروح بقى لزميلنا العزيز كريم احمد نتعرف منه على اخر اجواء قبل مباراه الاهلي والاتحاد النهارده. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك كابتن الكبير طبعا كابتن ايمن شوقي، وارحب بيك في البدايه وكل التحيه طبعا لكل جمهور النادي الاهلي. اخد من كلامك بالتاكيد يا كابتن ايمن مرحله مهمه محتاجه دعم ومسانده وتكاتف من الجميع، واقولهم طبعا جمهور النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي لما بتحس وبيوصل لها الاحساس من الرسائل ومن بعض طبعا الكلام اللي بيكون مع لعيبه النادي الاهلي ان الجمهور في ظهر النادي الاهلي، الامر بيكون مختلف بشكل كبير جدا. زي ما انت قلت مره ثانيه يا كابتن ايمن، تحدي صعب وضغط كبير وضغط رهيب على لعيبه النادي الاهلي، لكن خلاص الامر ده لابد ان احنا نتعامل معاه. وبالفعل اقدر اقول لك لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله النهارده باللي احنا شايفينه وباللي احنا لامسينه واحنا متواجدين، انت عارف يا كابتن ايمن في معسكر فريق النادي الاهلي من اول ما وصلوا هنا الى الاسكندريه حتى هذه اللحظه في تركيز كبير جدا. عايز اكد لك التدريبه الاخيره اللي كانت هنا في الاسكندريه كان واضح الحماس وواضح التركيز وواضح ان لعيبه النادي الاهلي اجتمعت مع بعض واكدت على النقاط المهمه، ان المرحله اللي جايه مهمه جدا محتاجه انكار ذات كبير ومحتاجه مجهود اكبر ومحتاجه الشخصيه ترجع تاني. الروح اللي انت بتتكلم عليها كابتن ايمن مهمه جدا النهارده، اتكلمت على نقطه يمكن كابتن حسام وكابتن ابراهيم بيعرفوا ازاي ان هم يوصلوا لعيبتهم للحماس الكبير، لكن لعيبه النادي الاهلي تيشيرت النادي الاهلي مختلف. 90 دقيقه النهارده ان شاء الله بنتمناها تكون من نصيب النادي الاهلي، وده هدفنا وده اكيد الهدف الاسمى لكل اللاعبين. احنا متواجدين يا كابتن ايمن طبعا في استاد الاسكندريه اللي هيستقبل مباراه اليوم، وصلنا بالفعل فريق الاتحاد السكندري وصل وايضا كمان فريق النادي الاهلي، لكن قبل الوصول كانت محاضره فنيه اخيره لمستر بيتسو موسيماني اللي اكد على بعض النقاط المهمه جدا. البدايه تكون قويه، التلت الامامي اللي كنت فيه ضغط كبير جدا، اكد على ان الاتحاد السكندري بيلعب على الاطراف وبيحاول ان هو يكون عنده شراسه هجوميه، عنده كوكبه من اللاعبين مميزه كابتن حسام وكابتن ابراهيم بيعرفوا ان هم يوظفوا هؤلاء اللاعبين، لكن النهارده ان شاء الله المباراه دي تخلص بالروح وتخلص بالقلب، وده اللي احنا عهدنا مع لعيبه النادي الاهلي. كل الامور الحمد لله حتى هذه اللحظه ماشيه بشكل طيب بالنسبه للاستعداد، بالنسبه للتمرين، عوده اكتر من لاعب سواء على الدكه او في القائمه، ده امر مطمئن بشكل كبير جدا لكل اللعيبه. لسه كمان منتظرين ان احنا يرجع لنا سعد، يرجع لنا معلول، يرجع لنا اجاي، يرجع لنا حمدي فتحي، غيابات بتاثر بشكل كبير جدا. مهما كانت الجاهزيه يا كابتن ايمن وانت كنت احد نجوم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني، مهما كانت الجاهزيه لكل اللاعبين لكن الضغط كبير، الريكفري قليل، لكن يا رب ان شاء الله باذن الله النهارده لعيبتنا تكون في قمه تركيزها. مستر بيتسو موسيماني ان شاء الله باذن الله الاختيار التشكيل الامثل النهارده اللي هياخد بيه المباراه، ويا رب يا رب كمان النهارده بقى طاقم التحكيم بالكامل يدينا حقنا في المباراه فقط لا غير. النادي الاهلي لو خد حقه في المباراه ربنا هيكون معاه النهارده، لان احنا بنجتهد بشكل كبير، الجهاز الفني بيجتهد، لاعبتنا بتجتهد، ينقصنا التوفيق ان شاء الله كابتن ايمن باذن الله في مباراه اليوم. كلنا ثقه كبيره في كل اللاعبين، في مجلس الاداره، في الجهاز الفني، على اي قرارات تتخذ مع لعيبه النادي الاهلي، لان في الاخر خالص المصلحه هي النادي الاهلي والنجم هو النادي الاهلي. ان شاء الله النهارده تكون ثلاث نقاط من نصيب النادي الاهلي بإذن يوصل بيهم تدريجيا للنقطه 40، وان شاء الله باذن الله كابتن ايمن الفتره القادمه تكون كلها انتصارات ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي. طب انت طمنتني النهارده على عوده المصابين او عوده جزء من الغائبين، هم جاهزين بنسبه 100% ولا لسه يعني هم داخلين عشان بيبتدوا يدخلوا واحده واحده؟ نقطة هامة جدا يا كابتن أيمن، والحقيقة يمكن ده كان سؤالي أمس قبل ما أشوف محمود متولي في التدريب وفي القائمة، أكدت على هذا الأمر مع طبيب النادي الأهلي أحمد أبو عبلة. قلت له هل ممكن نشوف متولي بياخد أجزاء تدريجية من التدريب وممكن يتم الدفع بيه؟ قال محمود متولي جاهز 100% للدفع بيه فنيا في المباراة، طبيا خلاص الأمر بالنسبة له منتهي. على الجانب الآخر كمان أيمن أشرف برجولته بإصراره وبعزيمته الكبيرة، أيمن أشرف جاهز لهذه المباراة، لأن إحنا عندنا تحدي كبير وهي مباراة الزمالك، لكن بنتمنى كابتن أيمن النهاردة كمان ما يبقاش في أي تفكير في مباراة الزمالك، تفكير ده فقط يكون في 90 دقيقة الخاصة من مباراة الاتحاد السكندري. بدر بنون كمان جاهز بكل قوة، أدى تدريب أكثر من رائع هو وأيمن ومحمود متولي، في حماس واضح يا كابتن أيمن في التدريب الأخير. يا رب إن شاء الله بإذن الله كل دي تكون دوافع النهاردة مع لعيبة النادي الأهلي، 90 دقيقة نقدر بشكل كبير جدا إن إحنا نعمل نتيجة ونعمل أداء اللي بيسعد كل جمهور النادي الأهلي بإذن الله رب العالمين يا كريم، وإن شاء الله بالتوفيق للنادي الأهلي تحقيق الفوز النهاردة.